صباح الخير، يوم جديد ومشوار جديد في مدينة بوغوطا. هاي الصبح فطور بيض مقلي مع شوربة لحم بطاطا مع كافيه ب10,000 بيزو، يعني 2 يورو فقط. الحقيقة الحياة هون كتير حلوة لو كان فيها أمان، بس فقط هاي مشكلة الأمان. طبعا هي مهمة جدا لكل واحد، يعني البيت لازم يكون فيه مفاتيح عدة وأبواب من حديد، وسيارتك لازم يكون في جراج خاص. كل الأشياء هيدي يعني صعب الإنسان يتألق مع اللي عايش بأوروبا. شغلة عجبتني كتير هون كمان انه الطرقات ما في باركين سيارات، يعني على اليمين على اليسار. طبعا كل بيت او كل مبنى لازم يكون فيه جراج لأسباب أمنية. طبعا من ناحية شيء جيد انه الشوارع بتكون فاضية من السيارات. الشعب الكولومبي كتير طيب، بس يتعرف عليك او تتعرف عليه. طبعا في البداية تشوفه مكشم، وجهه ناشف، بس ولكن بجد ما يتعرف عليك تشوفه يتغير، يعني كثير كثير اسلوبه جيد معك. طبعا اللحظة الأولى تكون هيك لأنه نتيجة المشاكل والخوف والضغط النفسي من الأمان، عشان هيك بتشوف قليلين منهم مبتسمين. الحقيقة أنا زهقت من المدينة هاي. وقت ما جيت من أول يوم برد، وكل يوم مطر. بكرة أنا راح أطلع من المدينة هاي، أروح على مدينة كارتاغينا الشمال. هناك أدفى والشمس كل يوم. هون للأسف نتيجة ارتفاع عن مستوى البحر 2500 متر الجو دائما بارد، يعني الصبح درجة حرارة بكون حوالي 8-10، الظهر بيرتفع ل ممكن يرتفع ل 15-17، أكثر شيء 20. فأنا ما جيت لهون مشان أنا هربت من البرد من ألمانيا، أجي لهون على البرد؟ لا حبيبي. ولذلك بس كانت يعني تجربة جيدة كعاصمة كولومبيا. أتمنى أن أخذت فكرة عن المدينة. هي مدينة كبيرة وفيها أشياء كثيرة. طبعا هلا قبل شوي حاولت أتأكد من مساري نازل على مركز المدينة، فسألت سيدة الطريق للمركز المدينة هون صحيح، قالت لي الطريق هذا اللي انت رايح فيه دينجرز، بس خطر شوي، ممكن تتعرض لمشاكل، الافضل تاخذ طريق ثاني. دلتني عليه، بس انا قلت لا، قال لي روح بالطريق هذا. طبعا فكرة جنونية ممكن تكون، بس ولكن انا
بدي اروح باماكن ما بروح. يمكن بعد المناطق أواني بالطريق في شوية متسولين ومدمنين، فمشان هيك هذا بالأحرى. المشكلة المدمنين المخدرات والمتسولين بتلاقون بكل مكان، كل دول العالم وكل المدن، بالأخص المدن الكبيرة لا يخلو من المتسولين والمدمنين. للأسف هذا هو الواقع. فيها نشاط نسبي، هلو انجلش؟ نو نوبادي نوبادي سبي انجلش هير. Spanish. Only Spanish, yeah, I know. Ya bueno. Can I make one photo with you? One photo. Una foto de nosotros. Sí. ¿Ok? Si quieres. No problem. Here. Wait. الحقيقة هذا الطريق فعلا مقطع من الطريق فعلا خطر. ساعتي فيه طبعا. وقفوني وقالوا لي ممنوع التصوير. المنطقة هاي كلها محلات النظارات الطبية، عندها أكثر من 1000 محل، سوق كامل فقط للنظارات.
buenos días. ¿Cuánto? Esta es piña. Esta es piña dulce, ¿no? Vale 3.000. ¿3.000? Sí, esta es piña. Ah, ananas. Rica, ananas. Es de esta vida, dulce. Papaya, tiene una papaya, ¿no? Papaya. Esta es salpicó. No. ¿Te vas a hacer algo? ¿Se va a hacer, no? 3.000. Sí. 12. Sí. Venga, contamos. Tengo aquí yo, tengo sí, sí. Trae la moneda. Esto le queda a usted. Esto es mío. Gracias. Hay ananas. Plata la. Ya ni. أقل من يورو طبعا. حوالي 70 سنت. وأنا بكولومبيا أنا بسأل ليش ما في لاجئين سوريين؟ ليش ما يجوا لهون؟ شيء طبيعي ما راح يجوا لأنه الدولة هاي ما بتقدم مساعدات للاجئين مثل ألمانيا والدول الأوروبية، فاللي بده يجي لهون لازم يشتغل، لازم يتعب.